ومتابعين بعد الفاصل وإلى فقرة ميديا. فقرة ميديا فتنا بالبامبر، اوكي. فقرة ميديا مع سوسي وارتانيان من دبي اللي اشتقت لها كثير. صباح الخير سوسي. بونجور ساشا، بونجور. أنا كمان اشتقت لك. طمنينا عليك. وأنا كمان. منيحة منيحة، اول جود. كثير حلو موضوعنا اليوم سوسي عن الاستفتاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادة بتصير بآخر السنة أو بنهاية شهر رمضان المبارك. خبرينا أكثر عن هالاستفتاءات، هل هي حقيقية، هل هي واقعية ولا لا مزيفة بمحل معين؟ مثل ما قلتي ساشا انه ريسنتلي صرنا عم نشوف الاستفتاءات، كان في دائما موجود، كان دائما في دراما، ومثل ما قلتي كان دائما يكون موجود، يعني كان الحصاد، بيقولوا الحصاد الرمضاني، كان يكون دغري اما بعد شهر رمضان او خلال اخر السنه لاختيار افضل عمل، افضل ممثل والباقيين. هلا من سنتين وطلوع، خاصه بعد ظهور السوشيال ميديا، كمان مثل ما دائما عم نحكي عن السوشيال ميديا وتاثيرها اللي نوعا ما يعني ببعض الامور عم بيكون سلبي شوي، عم تكثر الاستفتاءات، الاستفتاءات اللي عم بتكون بمواقع التواصل الاجتماعي لناس نحن ما بنعرفهم، وحتى الاستفتاءات ساشا اللي بيعملوها جهات اعلاميه، كانت مواقع اعلاميه، زادت كثير بالفتره الماضيه. السؤال هو هل هالاستفتاءات مثل ما قلتي صحيحه؟ هل هالاستفتاءات مبنية على لجان تحكيم عم بتقيم الأعمال؟ للأسف طبعاً لا، يعني أنا حأحكي من وجهة نظري كإعلامية كمان، وكنا نحن على مواقع طبعاً نعمل استفتاءات. طبعاً الاستفتاءات هي صراحة مبنية على شو الأكثر ترندك هي، بطل العمل عم بيتقيم إذا هذا العمل يعتبر عمل متكامل من ناحية، أنت بتعرفي ساشا العمل لأي مو لازم يكون على عدة معايير، هي السيناريو، الحوار، طبعا الممثلين، الموسيقى التصويرية، كل هالغول القصص كلها هي بتلعب دور أن يكون هذا العمل الدرامي متكامل. هلأ لا، اختلفت المعايير، صار شو هو ترندينج، صرنا نحن بنقول انه هذا العمل هو ناجح. ترندينج بمعنى انه على السوشيال ميديا صار اي مشهد بينعمل ترندينج بيصير ترندينج، بيعتبر انه هذا مسلسل ناجح او مسلسل احتل المراكز الاولى، وهذا الشيء مش مزبوط ابدا. يعني اوقات كمان اذا نحكي عن الترندينج ساشا، الترندينج المنتجين والممثلين هن بيجيشوا الفانز تبعهم ليعملوا ترندنج. بتشوفي يعني ما بتشوفي غير انا مره حطيت على تويتر مش من زمان انه كل مسلسل بيطلع بيقول لك نحن ترندنج نمبر 1 بمصر، ترندنج نمبر 1 بلبنان، ما عدت تعرف الصح. مزبوط، مين نمبر 2؟ بتعرفي سوسي، ما ننسى كمان انه مواقع التواصل الاجتماعي هي عالم افتراضي، يعني هون بدنا نفكر انه عدد التصويت، مين اللي عم بيصوت، كيف عم بتصير عملية التصويت، مين عم بيراقب هذا الموضوع، يعني هول كل العوامل، هول كل الأسئلة لازم نسألها. طبعا لا صراحة لا 100% ساشا، حتى بالنسبة ل إذا بدي أحكي قبل ما نحكي عن التصويت، حتى الحفلات أو المهرجانات اللي بتنعمل لتكريم الممثلين ونعطيهم جوائز، ما بدي سمي يعني، ما بدي أحكي عن مصر وعن لبنان، حتى بهيدي اللي هو أفضل ممثل لهذا العام وأفضل ممثلة، كمان هذا الشيء بطل مبني، قبل كان قبل شوي مبني على عن جد تقييم للجان تحكيم، كانوا يختاروا لجان تحكيم، ولجان تحكيم كل حدا عضو لجنة تحكيم كان مختص شيء معين. هلا بتشوفي حتى هودي المهرجانات صارت يا اما اللي بيدفع مصاري اكثر، او العلاقات الشخصيه بين العالم، او الفنان اللي بتدقي له بليز نحن عاملين مهرجان بتجي بيقول لك ايه من كرمه، يعني هي بلشت القصه هون كمان، وانتقلت طبعا للسوشيال ميديا اللي هي طبعا ما في معايير وما في تقييم، وحتى الجهات الاعلاميه يعني لما تعمل هيك تصويت مبني على اي اساس؟ طب وين الناقد الفني اذا بدنا نحكي عن مهنه وين دوره؟ وين دوره؟ بتعرفي بمصر قديش في نقاد مخضرمين سينمائيين والدراما، هول وين شغلهم؟ للاسف هون بنرجع نقول دور السوشيال ميديا، ما عم نقول كل شيء سلبي، بس كمان بليز اعطوه للخباز خبزه مثل ما بيقولوا، انه في ناس عندها هيدي شغلتها لهم سنين بيقعدوا بيتابعوا كل هالاعمال الرمضانيه لتقييم العمل المتكامل، مش العمل اذا في ممثله في دوره حلو نقول هذا افضل ممثل.
وخاصة إنه ساشا الترند هذا اللي عم نحكي ترندينج والاستفتاءات، ما هذه هي أوقات بدي أعطيكي مثلا نحن كاليالين عملنا مرة استفتاء لأفضل ممثلة برمضان من سنتين، حطينا اسم ممثلة ما بتصدقي ساشا إنه هذا الممثل ما رح أقلل من قيمتها أو الدور اللي كانت لعبته أو المسلسل كان مسلسل أقل من عادي، وكانوا المنافسين تبعها نجوم كبار، يعني نجوم كان مسلسلاتهم وقتها كانت ضاربة، طلعت هي نمبر ون بي 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 يعني شو بدي أقلك، طلعت أفضل ممثلة ليه؟ لأنه جيشت الفانز تبعها. فهون منقول أنه ما عاد في اسمه النقد الدرامي أو النقد السينمائي الصح لتقييم الأعمال مثل ما كانت قبل. للأسف وفي أعمال عم تنظلم على حساب أعمال، وفي أسامي عم تنظلم على حساب أسامي تانية، وعم نشوف إنه جهات إعلامية بس يحطوا هالاستفتاءات على الويب سايتس تبعهم، بس في جهات إعلامية معروفة سوسي. صح. يعني هذا كمان بيضر شوي ب ب بمهنة هالفنان اللي تعب كتير، انظلم بحق غيره، يمكن حطينه إلى جانب اسم من غير مستوى خلينا نقول. صح صح صح، انا معك ساشا وانا بعيدك، بس للاسف في اوقات مثل ما بيقولوا بدك تروحي، يعني لنكون صريحين وواقعيين ما نقعد نحكي بالمثاليات، في اوقات بدك تروحي مع الموجه، هيك بصير يعني كلنا يعني ما رح عمم الكل، بس في اوقات بتشوفي انه كل هالعالم عاملين استفتاءات وفي تفاعل كمان، طبعا بيكون في تفاعل بالجمهور، بتقولي طب انا كمان لازم اعمل، ما في يكون انا صح. من عم نلحق الموجه، هذا اللي عم بيصير، بس هون السؤال الاكبر انه عم بيطلع أفضل فنان وعم بيطلع على السوشيال ميديا يقول لنا أنا أفضل فنان، أفضل ممثل برمضان وأفضل مخرج وأفضل عمل، طيب وين مثل ما قلتي والأعمال الباقية اللي بتكون مكسرة الدنيا، مكسرة الدنيا مش جماهيريا، في فرق، مش إنه جماهيريا مكسرة الدنيا، عمل فعلا متكامل وما عم بياخد حقه، بس شو بدنا يعني، هاي اللعبة هالأيام بتشوفي أنت أول ما يبلش حلقتين ثلاثة بالرمضان ببلش الحكم تريندينج نمبر ون وتريندينج نمبر، أوقات مشهد في مسلسل مثلا ليسرى خيانة عهد، المسلسل يعني أنا حضرت منه كم حلقة، المسلسل عمل جيد يعني بالنهاية يسرى عم بتقدم، ما فينا نقول إنه العمل، بس في مشهد طلع هي وقت وفاة ابنها، المشهد كان فعلا يعني اتس ماستر سين مثل ما بيقولوا، بتعرفي هذا اتس ماستر سين. طب في مسلسلات ثانيه كمان عمل متكامل بكل المعايير، صنف نوعا ما انه هذا المسلسل هو افضل مسلسل من وراء مشهد واحد وغيره كثار، حتى اذا بدنا نسمي ساشا في مسلسل عرض برمضان وعايزه حضرتي لياسمين صبري لا ما تبعته، ايه هيدا المسلسل يعني ما بدي استعمل كلمه فاشل، ما لازم نقولها صراحه، بس شو بدي اقول لك يعني، الممثلين، الاخراج، الحوار، السيناريو، الموسيقى التصويريه، ما في غير تتر الغنيه كان مغنيها رامي جمال، يعني اذا قلت مسلسل فاشل يعني شو بعد بدي انقل اكثر من هيك، ما بدي اقولها كنت، بس ما طلع كلمه ثانيه، والكل قال، ومش انا عم بحكي انا رايي الشخصي انا كمان، بس يعني كان كل العالم والنقاد حتى بمصر كانوا عم بيحكوا هيدا. طب اذا بتفتح السوشيال ميديا بتشوفي ياسمين صبري وهذا المسلسل ترندينج نمبر 1 بمصر، بس ترندينج على شو؟ عم ينتقدوا ياسمين صبري، فهل هلا صار انه الانتقاد السلبي كمان ترندينج او ايه او خالف تعرف يعني هيدي النظريه خلينا نقول ايه قبل السوشيال ميديا ساشا ما كان عندنا هيك شيء، كان في نقاد مخضرمين بيفهموا بالدراما، هلا بعدين في فرق بين النقد الفني ساشا وبين التنظير، انا هلا في اقعد نظر من هلا لبكره كثير سهل، وفي كثير سهل انك تقولي هذا المسلسل انجح مسلسل وهذا المسلسل افشل مسلسل، بس ما بيصير يعني شو يعني مين الأشخاص المخولين إنهم يعملوا الاستفتاءات ويعطوا الجوائز أو يقيموا أي عمل، فللأسف يعني في بمحلات كتير السوشيال ميديا عم تظلم الفنانين، وبمحلات تاني في فنانين ما بيستاهلوا النجومية، صح، السوشيال ميديا عم تخدمهم عم تنصفهم أو عم تخدمهم. وعديك عن الفيك أكاونتس كمان أو الحسابات المزيفة اللي بتشارك بعملية التصويت والاستفتاء، يعني خبصة طبعاً. عن جد اللي طبعاً. عم بيصير اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفي ساشا على المواقع التواصل الاجتماعي صار في صفحات كتير عليها ملايين، الناقد الفني اسمه في ما بتعرفيهم مين هن، مين هو الأشخاص، ليش نحن بعدين، تعرفي شو أنا دايما بتسأل ساشا مين الناس اللي بتقول إنه
يعني نحن بالعادة بنقول مثلا نزلت أغنية بنقول هاي الأغنية هابطة مش حلوة، بصير كل العالم ضد هالأغنية بس الكل بيسمعها. طيب لحظة، مين اللي في قصص مثلا كلنا فترة معينة كنا ضد لنقول البلوجرز والفاشينيستات على السوشيال ميديا؟ مش كلهم طبعا، البعض منهم، بس الكل متابعهم. طيب ليش عم نحكي وآخر شيء نحن أفعالنا عم بتكون غير؟ ونفس الشيء بالنسبة للسوشيال ميديا والصفحات اللي على النقد الفني، إنه بيقولوا في تنمر وعم بيتنمروا على العالم، بس آخر شيء في فوق المليون شخص متابعهم. فهون صرنا بمرحلة ما بقى في صح وغلط. ايه، وخاصة بنلحق الترند، بنلحق انه هيدا الدارج هلا، ومواقع غير معروفة، يعني اللي بتعجب، وحتى انا بعرف من حالي مواقع ما بحياتي سامعة فيها وانجع عدد، عندها عدد من المتابعين، بتعمل استفتاءات عادة. طب طب سوسي، هون يعني بين الاخبار او بين النتائج الواقعيه والمزوره، وين ثقه الناس؟ يعني انا كيف بدي اوثق انه هيدا الموقع عم يعمل هالاستفتاءات بجديه وبكل شفافيه؟ اوكي، هلا ساشا ممكن يكون صدقا نحن لما عملنا، يعني بدي احكي عن ليالينا تحديدا، معلي انا لما عملنا نحن هالاستفتاء صدقيني صدقيني ما كان في شيء انه نحن عم نلعب بالارقام انه عم نحاول نعطي للفنان، لا لا ابدا. هي اوقات ممكن ما في، لانه هلا التقنيات شوي تطورت بالنسبه للسوشيال ميديا والتصويت والقصص، فيك تشوفيهم لايف، يعني ما عاد فيك شوي تلعبي بالموضوع. بس هي البوينت بالموضوع، مين الشخص المخول انه يعتبر هول 10 اعمال هن تستحق انه اصلا تفوت بالتصويت؟ صح، او التصويت بالضبط، او الممثلة مثلا مثل ما قلتي قبل شوي، في لنقول 5 ممثلات، مين اللي بيقرر انه هول هن كانوا الانجح برمضان؟ فهون انا برايي بتفوت الحلقات الشخصيه، الدور المنتج، المنتج مثلا بمصر عندنا هلا منتج يعني كاسح الدنيا، الشركه المتحده تامر مرسي بمصر، يعني كلهم عم فاكيد بيكون لهم دور انه يجيشوا كل هالقصص ليخلوا عملهم هو يكون ضمن هول فئات التصويت. حتى كنت عم بحكي بالحلقه الماضيه ساشا عن قصه هلا عم يعلنوا عن سباق رمضاني بال21، هيدي اول مره نحن بنشوف انه من هلا عم يعلنوا عن هذا الموضوع، فهيدا باكد لك انه بل عم يبلشوا هن بالترويج، صح، يجيشوا اكثر المتابعين، يجيشوا اكثر. هلا طبعا الجمهور مثل ما قلتي كمان، مش الجمهور اكيد عنده ذوق وبيعرف انه هيدا، يعني قد ما تعملي ما فيك تضحكي على الجمهور، الناس بتعرف شو الحلو وشو ما حلو قد ما حاولتي، بس بالنهايه الصوره العامه والمنمقه هي لمصلحه المنتج او لمصالح شخصيه. بالضبط. سوسي، بدي اتمنى لك بقيه نهار موفق لك، انبسطت كثير بهالمشاركه، شكرا لحضورك معنا. شو عم تقول لي نضال؟ عم بدها تشوف جاي على بيروت سوسي؟ سوسي عم بخبروني جاي على بيروت اذا قالها الاسبوع القادم، نضال عم بيقول لي. والله ان شاء الله. ايه، ان شاء الله يعني بتعرف تتابع كل الاخبار. يلا على نضال يوصل. الله يعافيك سوسي، شكرا. ننتقل إلى فقرة من جوا وبرا.